السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. تعلم أن تغادر كل مكان لا يستحقك. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع جن، وهي في حفلة موسيقية معمولة بمناسبة تخرجها من المدرسة الثانوية، وعلشان كده بتقرر جن تقدم رقصة باليه في الحفلة مع باقي زمايلها، وفعلا بتعمل كده. وبيحضر باباها الحفلة وهو فخور بيها جدا، وبعد الحفلة بيستناها علشان يرجعوا البيت سوا، وفي الطريق بيقول لها انه فخور بيها جدا، وبيسألها حابة تدخل جامعة ايه، فبتقوله انها عايزة تدرس رقص في جامعة في اليابان، لانها عارفة ان التخصصات الفنية في اليابان مشهورة جدا، وهتخلي فرصتها في انها تتشهر اكبر. فبيوافق باباها رغم انه مش عايزها تسافر وتسيبه، لكنه مش عايز يحرمها من حلمها برضه. وفي الوقت ده بتكون يون خارجة من البيت وبتروح المتجر، وهناك بتلاحظ ان كل اصحاب المحلات بيتخانقوا مع بعض ومفيش حد فيهم مركز، فبتقرر تسرق مجموعة اكسسوارات من كل المحلات، لكنها وهي خارجة بيشوفها واحد من أصحاب المحلات لأنها سرقت جزمة من عنده شكلها مميز جداً، فبيجروا وراها وبيقدروا يمسكوها، وبيشوفوا الحاجات اللي هي سرقتها وبيعرفوا إنها سرقت من كل المحلات تقريباً، فبيسلموها لأمن المتجر عشان يسلمها للشرطة. لكن قبل ما ده يحصل بتيجي أخت يون وبتقدر ترشي الأمن عشان يسيب يون تمشي، وفعلاً ده اللي بيحصل، وبتمشي يون مع أختها اللي بتهزقها وبتسألها هي عملت كده ليه، فبتقول لها انها عملت كده لانها كانت محتاجه فلوس. فبتقول لها اختها انها كان ممكن تطلب منها الفلوس اللي هي عايزاها، لكنها ما كانش ينفع تسرق، وبتطلب منها ما تكررش ده تاني. وتاني يوم بتكون يون في حانه، وهناك بيجي مجموعه مجرمين وبيسالوه عن الحاجات اللي هي سرقتها طول الشهر، فبتقول لهم ان دي حاجتها هي وهم مش من حقهم ياخدوها. فبيحاول واحد منهم يضربها علشان ياخد اللي هو عايزه بالقوه، لكن بيجي تشانج وبيدافع عنها، فبياخدوهم المجرمين هما الاتنين وبيروحوا رئيس العصابة، وهناك بيضرب رئيس العصابة تشانج وبيسأله هو بيتدخل ليه في حاجة ما تخصوش، فبيقوله إنه بيتدخل لأنه بيحب يون وهي كمان بتحبه، فبيضحك وبيقول لهم إنه بيقدر الحب، وبيقول إنه هياخد نص فلوس الحاجات اللي سرقتها يون طول الشهر، وإلا مفيش حد فيهم هيمشي، فبتضطر يون تسمع كلامه عشان تنقذ نفسها وتنقذ تشانج، لكنها بعد ما بيخرجوا من مقر العصابة بتقوله يون إنه ما كانش ينفع يقول لهم إنهم ما بيحبوا بعض، لأن ده مش حقيقي، وبتسيبه وبتمشي. لكن تشانج بيحس من كلامها إنها ما عندهاش اعتراض على الموضوع، لكنها اتفاجئت مش أكتر، ومن بعدها وهما الاتنين بيخرجوا مع بعض كتير جداً، وفي يوم بيكونوا سوا في مكان عالي، وبتقول يون إن نفسها تعيش في مدينة تانية أكبر وتبقى غنية عشان تقدر تشتري اللي بتحلم بيه، فبيقول لها تشانج إنها تقدر تحقق حلمها في يوم من الأيام، وبياخدها وبيروحوا السينما عشان يتفرجوا على فيلم، وهناك بيعترف لها إنه بيحبها، فبتقوله إن هي كمان بتحبه، وبيتفرجوا على الفيلم سوا وهما في قمة السعادة. ولما بترجع يون البيت بتلاقي زوج أختها اللي بيشتغل في اليابان رجع من السفر، وبيجيب لها فستان هدية، فبتضطر تاخده عشان ما تزعلش أختها، لكنها بتكون بتكره زوج أختها لدرجة إنها بتتعمد تحط له ملح كتير جدا في الأكل عشان تضايقه. وتاني يوم بتكون يون في أوضتها وبتتفاجئ بزوج أختها داخل الأوضة وبيقرب منها، فبتخاف ومش بتعرف تعمل إيه، وفجأة بتلاقيه بيشغل الكاسيت وبيعلي الصوت للآخر عشان ما فيش حد يسمع اللي بيحصل في الأوضة، وبعدها بيعتدي على يون بالقوة، فبتحاول يون تبعده عنها لكنها مش بتقدر، وده بيسبب لها صدمة كبيرة بتخليها تقرر تسيب المدينة وتروح تعيش في مدينة تانية، وبتروح لتشينجو بتطلب منه يجي معاها، فبيوافق فعلا، لكنهم بيقرروا يروحوا مقر العصابة الأول عشان يرجعوا فلوس يون اللي اتاخدت منها، وفعلا بيروحوا رغم انهم عارفين خطورة الموضوع. ولما بيدخلوا المقر بيتفاجئوا بان كل افراد العصابه فاقدين الوعي والمكان كله متكسر وكان كان في معركه كبيره حصلت في المكان، فبيقرروا ياخدوا حاجتهم ويمشوا بسرعه قبل ما حد يجي، وفي الطريق بيروحوا المكان اللي بيبيع فيه جوز اخت يون الحاجات اللي بيجيبها معاه من اليابان، وبيكسروا المكان وبيمشوا، وبعدها بيبداوا طريقهم لمدينه هاي، وبعد وقت طويل في الطريق بيوصلوا فعلا، لكنهم بمجرد ما بيوصلوا بتيجي عربية فيها جن وباباها وبتخبطهم، فبيقعوا هما الاتنين على الأرض وبيفقدوا الوعي، فبينتقلوا كلهم المستشفى، وإنك بيعرف والد جن إن جن اتصابت إصابة قوية مش هتخليها تقدر ترقص تاني، فبيقرر يخبي عليها لكنها بتكون سمع كل كلام الدكتور، وده بيزعلها جداً لأنها بتحب الرقص جداً وكانت ناوية تدخل أكاديمية الفنون في اليابان عشان تحترف الرقص، لكنها بتقرر إنها مش تستسلم وبتستنى لما بتقدر تقف على رجلها من تاني، وبترجع النادي اللي كانت بتتمرن فيه، وهناك بتروح للمدرب بتاعها وبتطلب منه يسمح لها ترجع تتدرب معاهم تاني، فبيقول لها إنه مش هينفع لأنه عرف بالإصابة اللي عندها، وبيقول لها إنه لو سمح لها ترجع فهو كده بيأذيها مش بيساعدها، فبتسيبه جن وبتمشي وهي زعلانة جداً لأنها بتحس إن مفيش حد عايز يدعمها. وتاني يوم بتروح تسهر في حانة، وهناك بيشوفها تاي وهو شاب غني وبيعجب بجن من أول ما بيشوفها، فبيحاول يتكلم معاها لكنها بتصد وبترفض تتكلم معاه، فبيسيبها وبيمشي بكل تحضر.
وبعد ما بتخلص جين سهرتها بتخرج عشان تروح، لكنها بتفضل مستنية تاكسي عشان يوصلها، لكنها مش بتلاقي. وفي اللحظة دي بيظهر تايو بيعرض عليها يوصلها بعربيته، فبتضطر توافق لأن مفيش حل تاني. وفي الطريق بيبتدوا يتكلموا مع بعض، وبيعرف تاي إن جين كانت راقصة باليه، فبيقول لها إنه يعرف مدرب فرقة الباليه في سنغافورة، وبيقول إن الفرقة جاية الصين قريب وهو ممكن يخلي جين تنضم لهم. فبتستغل جين الفرصة وبتقرب من تاي عشان يعرفها على المدرب، وفي نفس الوقت بتبدأ تقدم رقصات في أماكن مختلفة عشان ترجع مستواها بعد الإصابة وتكسب فلوس تقدر تعيش بيها. وفي الفترة دي بتبتدي تقرب من تاي كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، وبيحبوا بعض وبيرتبطوا فعلا. لكن في يوم بتكون جين مع تاي، وفجأة بيلاقوا عصابة داخلة عليهم وبيضربوا تاي بقوة، وبيقولوا له إن المهلة اللي هم ادوها له خلصت، وبيطلبوا منه يرجع لهم الفلوس اللي استلفها منهم فورا. لكن تاي مش بيكون معاه فلوس، فبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيكون هيموت. لكن في اللحظة دي بتهدد جين رئيسهم بآلة حادة، وبتطلب منهم يوقفوا ضرب في تاي، فبيعملوا كده فعلا. وبيقرر رئيس العصابة يدي لتاي مهلة 3 أيام علشان يجمع لهم الفلوس، وبياخد رجاله وبيمشي. وبعد ما بيمشوا بتسأل جين تاي عن الفلوس اللي هو خدها منهم، فبيقول لها إنه خسر كل فلوسه من فترة وعلشان كده اضطر يستلف منهم، فبتقول له إنهم أكيد هيلاقوا حل للمشكلة، وبتطلب منه يهدى وما يفكرش في حاجة دلوقتي. وتاني يوم بيكونوا في بيت جين، وهناك بتديله جين كل الفلوس والمجوهرات اللي معاها، وبتقول له إنه يقدر يكمل عليهم عشان يدفع الدين اللي عليه. فبيضحك تاي مش بيرد عليها، وكأنه بيقول لها إن الفلوس اللي هو مستلفها أكبر من كده بكتير. وتاني يوم بتلاقيه سايب لها جواب بيقول لها فيه إنه سافر سنغافورة عشان يستخبى هناك من العصابة لحد ما يعرف هيرجع لهم فلوس إزاي، وبيقول لها إنه خد الفلوس اللي هي اديتها له عشان يقدر يسافر. فبتتصدم جين لأن دي كل الفلوس اللي معاها، وبتخرج في الشارع وبتفضل تجري تحت المطر بهستيريا وهي مش عارفة تعمل إيه. وفجأة بتقرر ترمي نفسها في البحر لأنها حاسة إنها مش هتقدر ترجع لحياتها الطبيعية مرة تانية، وفعلا بترمي نفسها. لكنها أول ما بتوصل لقاع البحر بتفكر هي كانت ناجحة قد إيه زمان، وبتفتكر تقدير الناس الكبير ليها، فبتقرر تخرج من البحر عشان ترجع حياتها القديمة مرة تانية، وفعلا بتقدر تعمل كده. وبتخرج من المية وبترجع البيت وهي مقررة إنها هتغير حياتها للأحسن. وبتعدي فترة بيكون تاي بيشتغل حارس شخصي لواحد من أصحاب الحانات الكبيرة، وبيرجع معاه المدينة اللي كان عايش فيها مع جين، لكنه بيحس إن الشغل اللي هو بيشتغله مش هو الشغل اللي يستحقه، خصوصاً لأنه عارف إن صاحب الحانة بيشتغل في الممنوعات، فبيفكر يسيب الشغل لكنه ما بيكونش عارف يسيبه ويشتغل إيه. وفي يوم بيكون في الشارع وفجأة بيشوف بنت جميلة وبيفتكرها جين، فبيكون هيروح لها لكنه بيلاقي ركبت عربية ومشيت، فبيفضل يمشي ورا العربية عشان يوصل لجين لكنه مش بيقدر يوصل لها، فبيزعل جداً. فبيقرر ما يستسلمش وبيطلب من وانغ زميله في الشغل يساعده في انهم يلاقوا العربية اللي جين ركبتها، فبيوافق وانغ لكنه بيقوله انهم هيدوروا عليها بعد ما يخلصوا المهمة اللي مكلفهم بيها صاحب الحانة. فبيوافق تاي وبيروحوا فعلا لعصابة وبيدوهم شنطة فيها ممنوعات وبياخدوا منهم شنطة فيها فلوس، وبيكونوا هيمشوا لكنهم فجأة بيلاقوا رئيس العصابة بيبعدهم عن بعض، وبيقولهم انه كان مستني الفرصة اللي هينتقم فيها من صاحب الحانة اللي هما بيشتغلوا فيها لانه دخلوا السجن قبل كده، وبيقولهم ان الانتقام هيكون في البضاعة اللي هياخدها منهم وفيهم هما شخصيا لانهم مش هيخرجوا من هنا حيين، وبيؤمر الرجال ويقتلوهم. وهنا بيدخلوا كلهم في قتال قوي، لكن تاي بيكون أقوى من كل الموجودين وهو الوحيد اللي بيقدر يخرج حي من المكان، لكن وانغ صديقه بيتقتل قدام عينه، فبيزعل عليه جدا لأنه كان بيحبه جدا ولأنه هو السبب الوحيد اللي مخليه كان مكمل في الشغل ده، فبيقرر ينتقم من صاحب الحانة لأنه هو اللي عرضهم للخطر ده وكان السبب في قتل وانغ، وبيروح للحانة عشان يقتله. لكن هناك بيلاقي عدد كبير من الحرس في كل مكان في الحانة، فبيقرر يمشي عشان ما يورطش نفسه في موقف مش هيقدر يخرج منه. لكن صاحب الحانة بيشوفه وبيبدأ يدور عليه علشان ياخد منه الفلوس تمن الممنوعات، فبيهرب تاي بسرعة وبيستخبى في أوضة وبيلاقي يون هي الوحيدة اللي فيها، فبيقرب لها برومانسية وبيمثل انه بيحبها، وفعلا بيجي صاحب الحانة وبيشوفهم ومش بيشك ان ده هو تاي، فبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيخرج تاي مع يون من الحانة وبيشكرها لانها انقذته، وبينصحها ما تروحش الحانة اللي كانت فيها دي مرة تانية عشان بيتعمل فيها نشاطات مشبوهة، فبتقول له إن ما بقاش يفرق معاها حاجة في الحياة لدرجة إنها بقت بتتمنى الموت، وبتقول إنها وصلت المدينة دي من فترة طويلة، لكن في أول يوم وصلت فيه هي وحبيبها عملوا حادثة، وحبيبها مات، ومن ساعتها وهي عايشة لوحدها خصوصاً بعد ما سابت عيلتها للأبد، لأن جوز أختها اعتدى عليها بالقوة، وبتقول إنها لما قالت لأختها اللي حصل، أختها اختارت إنها تكمل مع جوزها وتسيب أختها، وما شافتهاش تاني، وبتنصح تاي يعمل اللي هو شايفه صح، واللي يريحه مهما كانت النتيجة. فبيقول لها تاي إنه هيعمل بنصيحتها فعلا، وبعدها بيمشي وبيرجع البيت، وهناك بيتصل بيه صاحب الحانة وبيقول له إنه عارف إن فلوس الممنوعات معاه، وبيطلب منه يرجعهم وهو هيسامحه على سرقتهم، فبيقول له تاي إنه مستعد يرجعهم وبيطلب يقابله،
وبيتقابلوا فعلا، واول ما تاب بيوصل بيدخل في قتال مع رجالة صاحب الحانة وبيقدر يهزمهم، وبعدها بيهاجم صاحب الحانة نفسه وبيقتله عشان ينتقم لصديقه اللي مات. لكن صاحب الحانة بيقدر يطعنه طعنة قوية بتخليه ينزف كتير، فبيحاول تاي يستجمع قواه عشان يقدر يرجع لجين مرة تانية، لكنه مش بيقدر يعمل كده وبيفضل ينزف لحد ما بيموت، وهو بيفتكر كل لحظة حلوة عاشها مع جين، وبيتمنى انه حبه ليها يغفر له عندها انه سابها لوحدها وسافر في الوقت اللي كانت هي محتاجة جنبها، لانه كان عارف ان ملهاش حد غيره، ومع ذلك هو فكر في مصلحته وسافر. وفي الوقت ده بتكون يون قاعدة لوحدها وبتفكر في كلام تاي اللي قاله لها لما شافوا بعض، وبيتضح انه طلب منها تدور على جين وتوصل لها رسالة منه وتقول لها ان تاي لسه بيحبها لكن مش هيقدر يرجع لها، لكنه بيطلب منها تسافر سنغافورة وتبدأ حياتها من جديد هناك لانها تلاقي مدرب الرقص مستنياها هناك لانه وصى عليها، وبيطلب منها تفضل ورا حلمها في انها تبقى راقصة بالي مشهورة لانها موهوبة فعلا وهتقدر تحقق الحلم ده في يوم من الايام. وفعلا لما بتعرف جين رسالة تاي بتقرر تنفذها وبتاخد أول طيارة وبتسافر فعلا عشان تبدأ حياة جديدة. في نفس الوقت اللي بتكون في يون قررت تبدأ حياة جديدة هي كمان في مدينة تانية عشان تنسى الذكريات الصعبة اللي عاشتها في المدينة دي من أول يوم وصلت فيه. كده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.